قمة السعادة في إسعاد الآخرين، هذه هي السعادة الحقيقية عند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي، حيث يؤكد سموه في كتابه ومضات من فكر: أسرع وسيلة لتكون سعيدا هي أن تغرس السعادة في نفوس الآخرين. وسعادتنا تكبر بلقائنا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان في دبي على شاشة سما دبي. رمضان نور سمانا، حياكم الله معنا في برنامجكم رمضان في دبي، ونستهلها بأخبارنا المحلية. أعلنت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية جاهزية فرقها في كافة إمارات الدولة لمواجهة الحوادث الطارئة على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي ذلك ضمن خططها السنوية المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة والحماية المدنية، والهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ ومواجهة الأزمات والكوارث. ومشاهدينا الكرام، من جانبها دعت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقوانين وقواعد وآداب السير والمرور ومنح الآخرين حقهم في استخدام الطريق بأمان في شهر رمضان المبارك. هذا وتسعى شرطة دبي في توفير كافة سبل الراحة لمستخدمي الطريق خلال هذا الشهر الفضيل من خلال تنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية وتسهيل عملية حركة دخول وخروج المركبات من وإلى إمارة دبي. ومن أخبارنا المحلية مشاهدينا الكرام، انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة 24 من المسابقة الدولية للقرآن الكريم التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي بمشاركة أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تم اعتمادهم رسميا من الجهات المختصة في بلدانهم كممثلين لها في المسابقة. ساهمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بعشرين مليون درهم لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة التي انطلقت من دولة الإمارات بهدف تقديم الدعم الغذائي لمكافحة الجوع وسوء التغذية في 20 دولة من غانا غربا حتى باكستان شرقا وفي القلب منها العالم العربي. مشاهدينا الكرام، مع حلول شهر رمضان المبارك أكيد هناك العديد من يستفسر عن بعض الأسئلة اللي تخص اللقاح أثناء الصوم، وهناك من يريد نصائح بما فيه مصلحة للصائمين. خلونا نتابع هذا اللقاء اللي أجراه زميلنا عيسى خوري مع الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. هذا الشهر العظيم الذي يحل علينا ينبغي أن نكون موسما للخيرات وموسما للطاعات وموسما للقربات وموسما للتنافس في الخيرات في كل المناسبات التي تتاح للعبد المؤمن، ومن ذلك أن يتقرب إلى الله عز وجل بمساعدة إخوانه الفقراء بإطعام الطعام وإيصال ووصل الأرحام وإيصال الخير للغير ولا سيما المحتاجين، ولا سيما في هذه المبادرة العظيمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لإطعام 100 مليون فقير حول العالم. هذا الإطعام من أجل القربات ومن أجل الصدقات ومن أجل الطاعات، لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يحتاج الناس فيه إلى كثير من العون والمساعدة. ثم إننا في هذا الشهر الكريم نعاني من هذا الوباء، ما زلنا للعام التالي ونحن نعاني من هذا الوباء الذي يتمدد ويتبدد دائما، وكل يوم نسمع أخبارا سيئة منه.
ومن الواجب مع ونحن في هذا الشهر الكريم الذي تكثر فيه الاختلاطات والتجمعات ينبغي أن نكون محترزين عن ذلك، فنبتعد عن الاختلاطات والتجمعات، وإذا ما اجتمعنا في المساجد لأجل الصلوات فليكن ذلك بحذر وأخذ الحيطة والوقاية التي تأمر بها الجهات المعنية، ومن ذلك أن تكون الكمامات على أفواهنا دائما، ونبتعد عن المصافحات ونكتفي بالسلام بالكلام. كذلك ينبغي أن يكون اجتماعنا على خير وبركة، إذا ما اجتمعنا في مجالس مع التباعد واحترازات الكافية. من المؤسف أن يأتي هذا الشهر الكريم للعام الثاني وهذا الوباء ما زال متفشيا في الناس، وبحمد الله وفضله فقد وجد لقاح يحمي من هذا الوباء ويقلل من انتشاره ويقلل من أخطاره وضراره، والدولة حفظها الله ووفق شيوخها الكرام والحكومة المكرمة قد وفرت هذا اللقاح مجانا لجميع الناس، وقد بادر الناس بأخذه، وما زال كثير من الناس لم يأخذوه ويأخذونه في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، ولا حرج في أخذه فإنه لا يؤثر على الصوم، لأن هذا هو مثل الإبر، مثل إبر الإنسولين، فإذا أخذه الإنسان وهو صائم فصومه صحيح ولا يؤثر على صومه، لأنه لا يؤثر على الصوم إلا ما دخل جوفه من الطعام أو الشراب أو الغذاء، وأما هذا فإنما هو إبرة صغيرة في العضد ولا يصل إلى جوفه شيء، فلا بأس بأخذ محال الصيام، كما لا بأس بأخذ المسحة التي في الأنف إذا أراد الإنسان أن يأخذها إذا احتاج إلى ذلك، فإن هذه أيضا لا تؤثر على الصوم بشيء لأنها لا تدخل إلى الجوف. من كان يستشعر أنه مصاب بهذا الفيروس فإن الواجب في حقه هو أن يحكر نفسه ويحجر نفسه في بيته ولا يخرج للصلاة الجمعة ولا الجماعات فضلا عن التراويح، وإنما يصلي في بيته فرادا، لأن انتقال العدوى من خلاله متأكد، فيجب عليه أن يحمي نفسه وأن يحمي المجتمع من هذا الفيروس الذي ينتقل إلى غيره باختلاطه معهم، والواجب على الإنسان أن يستشعر المسؤولية نحو مجتمعه وحتى مع أهل بيته، فليحافظ على أنفسهم على الناس أجمعين بأن يظل في هذا الحجر الصحي حتى يمن الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء، لأن هذه العبادة التي فرضها الله عز وجل علينا إنما فرضها من أجل أن يحمينا من أن نقع في المحظورات، وإذا كان الإنسان قد أصيب بهذا الوباء ونقله إلى غيره فإنه وقع في المحظور ووقع في الشر ويأثم بذلك، ولا سيما وهو في شهر الصوم، شهر العبادة وشهر الإقبال على الله تبارك وتعالى. فيتعين على الإنسان إذا كان مستشعرا بأنه مصاب بحمى أو مصاب بشيء من الأعراض أن يظل محتجرا ومحجورا عليه في بيته حتى يمن الله عليه بالشفاء والعافية. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل راح نتكلم إن شاء الله عن استعدادات مراكز التسوق في شهر رمضان المبارك، تابعونا. وما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام من خلال برنامجكم رمضان في دبي. استقبل ميركاتو داون سنتر جميرة الشهر الفضيل بطقوس مميزة يطغى عليها الطابع الرمضاني والزينة العربية التي تناسب طقوس الاحتفال بشهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الخيرية التي تجسد روح العطاء والمشاركة الإنسانية والأسواق الرمضانية التي تضم التصاميم والحرف اليدوية المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك. عن هذه المبادرة الخيرية أكيد نرحب بضيفتنا من خلال الاتصال الأستاذة نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرة. حياك الله ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا فيكم ورمضان مبارك، نعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. علينا وعليك أستاذة نسرين. بداية أستاذة نسرين، يعني كيف كانت استعدادات التحضير لرمضان أمام استمرار يعني تدابير المواجهة كوفيد 19؟
أكيد هلأ هي السنة الثانية على التوالي نستقبل رمضان بوجود جائحة كورونا أكيد. وبحب ألفت النظر الجميع أنه ما زلنا بإطار المسؤولية الاجتماعية، ما زلنا عم ناخذ كل الإجراءات الاحترازية ومنطبقها بالمركز التجاري بميركاتو أو تاون سنتر جميرة أكيد. وحب نوه أنه قمنا بتمديد ساعات عمل المركزين من 10 صباحا للواحدة ليلا أو منتصف الليل. طبعا هذا التمديد أوقات العمل الهدف منه هو تخفيف الازدحام وأنه نتيح للمتسوقين زيارة المركز والتسوق بدون أي تجمعات أو بدون أي ازدحام. جميل جدا. يعني سادة نصري خلينا نتكلم يعني كذلك شو هي البرامج والفعاليات وعروض لهذا الموسم من رمضان يعني في ميركاتو تاون سنتر؟ يعني في سنوات الماضية يمكن قبل الجائحة شفنا هناك الكثير من العروض والفعاليات اللي تقدمونها، في هذه السنة شو هي الفعاليات راح تكون؟ هلأ أكيد حاولنا قمنا بلغينا كل الفعاليات الترفيهية والاجتماعية، والهدف هو أنه تخفيف الازدحام والتجمعات حتى نحد من انتشار أكيد فيروس كورونا. اكتفينا السنة بمبادرات خيرية الهدف منها دعم المحتاجين أكيد وإسعاد المحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، فأطلقنا مبادرة شاركونا الخير والإحسان بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. بلشنا بأول يوم من رمضان، قمنا بتوزيع، رح يكون في رح وزعنا صناديق تبرعات بجميع أنحاء المول، فأي متسوق بيقدر يزور ميركاتو أو تاون سنتر جميرة ويتبرع بمجموعة من الألبسة أو المواد الغذائية، أو حتى عملنا صناديق تبرعات للأطفال حتى نخلي الأطفال تشعر بإحساس المحتاجين أكيد. فالأطفال لهم صناديق تبرعات خاصة فيهم، بيتبرعوا بالألعاب المستعملة والألبسة المستعملة، بس طبعا كلها لازم تكون بصحة بحالة جيدة. جميل جدا. يعني استاذه نسرين كونك انت مديره العلاقات العامه في ميركاتو وتاون سنتر، يعني دائما الناس يوم يشوفون نسوي لقاءات عن المولات يقولون ليش ما تسالونهم عن التخفيضات؟ خبرينا هل هناك تخفيضات للمتسوقين ان شاء الله؟ خلال شهر رمضان ما في تخفيضات. نعم. حاولنا كمان مثل ما قلت لك الفعاليات والتخفيضات كلها هلا اون هولد بسبب الجائحة، والهدف هو أنه يقدروا المتسوقين يتسوقوا بالمركز بأوقات متفرقة ولوقت طويل. مددنا ساعات العمل والهدف هو استيعاب أكبر عدد المتسوقين، ولكن مع وجود مسافة الأمان لتفادي أي انتقال لفيروس كورونا أكيد. طبعا بس استضفنا أسواق رمضانية خلال شهر رمضان. زين، أسواق رمضانية لو تكلمينا أكثر عن سادة نصري. أكيد رح تكون عنا أسواق رمضانية ليلية. رح يكون في عنا سوق أرتي وهو سوق للحرف اليدوية، بيجمع مجموعة من المصممين الإماراتيين اللي بيقدموا مجموعة من الحرف اليدوية مستوحاة من أجواء رمضان. طبعا رح يكون أول ثاني أسبوع من رمضان رح يبلش معرض أرتي للحرف اليدوية، ورح يكون في عنا معرض ثاني وهو معرض منحبك يا رمضان. المعرض كمان رح يضم مجموعة من العلامات التجارية من لبنان، ورح يكون فيه مجموعة من المنتجات الفريدة من نوعها، العبايات، الفستانات المغربية، وكل المنتجات المستوحاة من أجواء رمضان أكيد. جميل جدا. يعني سادة نصري اليوم احنا في ثالث ايام شهر رمضان المبارك، كيف كان اقبال الناس على المبادرات الانسانيه اللي قمتم فيها انتم؟ هلا لقينا اقبال كثير كبير من المتسوقين، صناديق التبرعات بلشت تعبى بمجموعه من بتلاقي الاكياس بلشت تعبى بالصناديق التبرعات، الأطفال عم نشوفهم عم بيزوروا المركز وبيحطوا ألعابهم الغير مستعملة، وأهم شيء إنه بتلاقيهم مبتسمين في عوشهم ابتسامة. أي شخص بيقدم دعم لأي محتاج أكيد بحس بالسعادة والسرور، خصوصي بالشهر الفضيل. عم نحاول ننمي هاي الروح عند الطفل كمان مو بس عند البالغين. ف
فالتبرعات هلا تبرعات جيدة، لاحظنا إقبال كثير كبير، وأكيد بالأيام القادمة رح يكون في تبرعات أكثر. جميل جدا. السادة نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذه المبادرات الإنسانية، وشكرا لك اليوم تواصلت معنا، يعطيك الصحة والعافية. شكرا شكرا. إذا مشاهدين الكرام ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم برنامج رمضان في دبي، وراح نتكلم عن المرأة الحامل، تابعونا بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامجكم رمضان في دبي. تلعب التغذية خلال الحمل دورا هاما، ودائما ما يوصل الأطباء بأهمية الغذاء الصحي السليم للمرأة الحامل، ولأننا إحنا في شهر رمضان نبغي نعرف ما تأثير صيام الحامل في رمضان، وما الحالات اللي تستدعي إفطار الحامل. تفاصيل أكثر راح نعرفها إن شاء الله من خلال ضيفتنا الدكتورة خلود العوضي، أخصائية أمراض النساء والتوليد. حياك الله دكتورة، وكل عام وانت بخير. الله يحييك اخويا، وانت بخير، والامه العربيه والاسلاميه بخير. وانتهت هذه الفرصه ان ارفع اسمايات هاني وتبريكات شيوخنا وحكامنا بمناسبه شهر رمضان المبارك، واسال الله عز وجل ان يكون هذا الشهر المبارك شهر خير وبركه على شعب الامارات والمقيمين على ارضها وعلى الامتين العربيه والاسلاميه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. دكتوره، بدايه يعني اليوم احنا راح نتكلم عن موضوع مهم، يعني اليوم المراه الحامل كيف تستعد للصوم؟ المراه الحامل المفروض تسال طبيبتها اذا كان الصيام يناسبها ولا لا، لان في كثير من الحالات الصيام لا يناسب المراه الحامل، اذا كان عندها سكري، اذا كان عندها غثيان في الحمل، ارتفاع في ضغط الدم، هي لا يناسبها الصيام، فالمفروض تصوم. كذلك المرأة الحامل المفروض تبدأ قبل حلول شهر رمضان تروح عن طبيبتها، تشوف تاخذ المكملات الغذائية المفروض تاخذها مثل الفيتامينات، الحديد إذا كان عندها فقر دم، تقلل من شرب القهوة على أساس اليوم تبدأ في الصيام، تكثر من قبل الصيام وبعد وخلال الصيام تشرب المياه بكثرة على الأقل 8 كلاسات ماء في اليوم. هذه الأشياء المفروض الحرمة الحامل تحاسب عليها قبل دخول شهر رمضان، بالتالي تكملها في شهر رمضان. دكتورة خلينا شوي نكون واقعين، اليوم حريمنا إذا حملوا ما يراجعون الدكتورة ويقولوا لا والله الحين يا شهر رمضان نصوم ولا ما نصوم، يقول خلاص إن دام رمضان راح نصوم. هل ممكن يعني هذا الشيء الصيام هذا يأثر على الحامل إذا ما راجعت دكتورتها وعرفت أكيد حالتها الصحية أكثر؟ طبعا أكيد المفروض أنها تراجع الطبيبة مالتها على أساس تخبرها إذا الصيام يناسبها ولا لا، لأن إذا كان عندها سكري وسكريها مش مضبوط اوكي ولا تاخذ ادويه، المفروض تعرف ان الصيام ما بيناسبها، لان السكر ممكن ينزل في الصيام بشده وبعدين يوم تبدا الافطار السكر يزيد في الدم، فهذا كله ياثر عليها وياثر على الجنين. جميل. فالمفروض تاخذ توصيات الطبيبه قبل ما تدخل في الصيام. يعني دكتوره من الحالات اللي تمنع الحامل من الصيام اللي هو السكري وغيرها، بعد شو هي مثل هذه الحالات؟ غثيان الحمل خصوصا في اول 3 أشهر من الحمل، تكون الحرمه الحامل يكون عندها غثيان في الحمل، كثير من الحريم الحوامل يكون عندهم غثيان في الحمل، فبالتالي يكون عندهم يستخدمون يخلطون يستنفذون مخزون السكر للحصول على الطاقه، الجسم يستنفذ مخزون السكر للحصول على الطاقه، فبالتالي يستخدم الاحماض الدهنيه للحصول على الطاقه، فبالتالي تتراكم الاجسام الكيتونيه اللي إذا تراكمت بنسبة كبيرة تأثر على الحرمة الحامل وعلى الجنين. دكتورة يعني نعم دكتورة خلينا بس يعني ناخذ مثال أن مرأة مصابة بالسكري وهي حامل وصامت، شو يمكن المخاطر اللي ممكن يكون عليها وعلى الجنين؟ إنزين الحرمة اللي عندها سكري وخصوصاً إذا سكريها مش مضبوط، السكر عندها ممكن ينزل في فترة الصيام، ينزل بشدة اوكي فيأثر عليها وعلى الجنين، ويوم تفطر خصوصا اذا اخذت الاشياء ذات مواد سكريه عاليه السكريات العاليه، فبالتالي تزيد يرتفع السكر في الدم بنسبه شديده فيأثر عليها وعلى الجنين كذلك.
نعم دكتورة، يعني كنا نسمع يعني قبل أيام قبل كنا نسمع وجلساتنا يعني مع الحريم يقولون يعني إذا الحرمة صامت راح يعجل ولادتها، فهل هالشيء صحيح أو لا؟ في نظريات تقول هالكلام، بس أحدث الدراسات تبين أن الصيام لا يؤثر على تعجيل الولادة، على تعجيل الولادة. نعم دكتورة، يعني خلينا بعد كذلك نسأل دكتور، متى يضر الصيام الجنين نفسه؟ يعني شو نصايحك يعني بشكل عام؟ هي اللي يضر الصيام الجنين إذا كانت مثلا غير إنه إذا كان عندها سكري، إذا كان عندها ارتفاع في الضغط، إذا كان عندها غثيان في الحمل، غير عن هاي الأشياء إذا الحرمة الحامل ما اتبعت النظام الغذائي الصحي خلال الحمل، ما أكلت الأكلات الغنية بالألياف بالمعادن، ما شربت الماء على الأقل 8-10 كلاسات ماء في اليوم، ما أخرت السحور خصوصاً حق الناس اللي عندهم سكري، المفروض تأخر السحور للآخر قد ما تقدر، وبين السحور وبين الصيام تشرب الماء، ما تقعد تخلي شرب الماء لحزة السحور بس. نعم. فهذه الأشياء إذا حاسبت عليها ما بضر الجنين وما بضر نفسها. يعني دكتورة مخرجتنا عندها سؤال تقول يعني الصيام ما يخص في أشهر الحمل، يعني شهر الأول أو الثاني أو الثالث؟ غالبا ما يخص في كل أشهر الحمل إلا إذا كانت الحرمة عندها غثيان الحمل في أول 3 أشهر. جميل جدا دكتورة خلود العوضي، أخصائية أمراض النساء والتوليد، شكرا لك على تواصلك اليوم معنا ويعطيك الصحة والعافية. الله يعافيكم. شكرا لك دكتورة. ومشاهدين الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم رمضان في دبي، اللي فاتتها الحلقة أو المسلسلات على قناة سم دبي ما عليكم إلا تدخلون awan.com. إذن وصلنا لختام حلقتنا، والوعد باكر نلتقي معاكم في نفس الموعد. تقبلوا تحيات طاقم العمل وتحيات مخرجتنا رولا الفقيه، ودمتم في أمان الله ورعايته، إلى اللقاء.